قالوا لي من زمان قوي ما عملتش بيتزا. عندي دقيق وزبادي وعندي لبن بودر، عندي معلقه كبيره 3 معالق كبار زيت عباد الشمس كريستال، معلقتين خميره بودر، رشه ملح، رشه سكر، وعندنا ميه للعجينه. الصوص بتاع الكونكاسيه، صوص الكونكاسيه اللي هي الطماطم المقشره، بديها ثوم وزعتر وسكر وتوابل وملح وفلفل ومادة دهنية زبدة أو زيت أو سمنة، بس هو زيت زيتون أو زيت عباد الشمس كريستال. أدي كيلو الدقيق يا سيدي، اللبن البودر، أدي زهرة الملح، الخميرة يا ريت أدوبها الأول مع كده مع الزبادي. بجيب فوطه اهي واخمر العجينه بتاعتي. التوم بتاعي بيبقى كتير شويه عشان اعمل صلصه بما يرضي الله. حطينا مكعب مرق، وادي معلقه سكر، طماطم بوريه، زعتر، ما بكترش الزعتر عشان ما مررش معايا، سنة كمون صغيرة مش محبوب ان احط كمون كتير، شوية بهارات زي ما انا عايز، فلفل اسود اهو، سنة جوز الطيب مش كتيرة، ادي شوية ملح، يبقى كده عندي طماطم الكونكاسيه. دي اول واحده كده، ادي طماطم الكونكاسيه.